نقول مبروك طبعا، نقول مبروك مبروك لكل الأهلوية في كل مكان. عرض ونتيجة تليق بملك ملوك أفريقيا. نادي الأهلي الحقيقة صار وجال وحقق نتيجة إيجابية لم يكن أكثر المتفائلين يحلم بيها في مباراة وصفت بأنها تكاد تكون الأصعب والأهم في مشوار النادي الأهلي في الموسم الحالي في دوري أبطال إفريقيا. مبروك لجماهير النادي الأهلي، من حقك تحتفل، من حقك تفرح، ولكن المسابقة ما زالت في الملعب. صحيح أن احنا قطعنا شوط طويل جدا، وصحيح أن احنا رجلنا اليمين وجسمنا كمان كله وصل المباراة النهائية، لكن فاضل لسه الرجل الشمال. الجولة اللي جاية لا تقل أهمية، وبيتهيألي كمان بعد سيناريو مباراة كازابلانكا لا تقل صعوبة. تخاف من إيه؟ تخاف من اللي ما عندوش حاجة يخسرها، ده طبيعي، والوداد ما عندوش حاجة يبكي عليها، وأعتقد إن كل السيناريوهات قدامه مطروحة، وزي ما قلت لحضراتكم أيا كانت نتيجة اللقاء في القاهرة مفيش حاجة هتأثر عليه، عشان كده يمكن يكون عنده دافع ويمكن تكون عنده روح المغامرة أكبر بشكل كبير، وده اللي ممكن يخلي المواجهة صعبة، لكن الأهلي على أرضه أعتقد إنه من الصعب. خلينا نشوف، قدامنا أيام بسيطة جدا بيستعد فيها البطل إن شاء الله بإذن الله إن هو يواجه الوداد المغربي في لقاء العودة. الحقيقة يمكن وأنا فرحان امبارح الحقيقة وأنا بتابع الماتش كانت لي في فرحة تانية من نوع تاني، افتكرت سيناريوهات كتيرة جدا وكلام كتير جدا الناس كانت بتتكلم عنه طول الموسم، كلام من نوع انه الاهلي حسم بطوله الدوري لانه المنافسه في الدوري المحلي ضعيفه، وكلام ناس ثانيه بتقول انه الفرقه بقت فاضيه، وناس ثالثه تقول لك البطوله مش عارف في الملعب والبطوله جايه من المكتب، لكن الحقيقه دايما الاهلي بيرد في الملعب، وامبارح رجاله الاهلي ردوا على كل الالسنه اللي انتقدتهم، وانتقدت اداره الاهلي في مناسبات كثيره جدا، وانتقدت حتى التعاقد مع موسيماني اللي الاهلي الحقيقه منذ ان تولى الجنوب افريقي المسؤوليه وهو بيقدم اقوى عروض، نتمنى ان شاء الله انها تستمر. مبروك على حضراتكم مره ثانيه، مبروك عليك يا ساره ومساء الخير. مساء الخير عليك يا احمد، والف مبروك لينا كلنا ومبروك لحضراتكم. الحقيقه من حق كل جمهور الاهلي ان هو يكون مبسوط ويفرح، زي ما احمد قال انه الاهم لسه جاي واحنا لسه ما خدناش البطوله، وهو ده الهدف الاهم، بطوله دوري ابطال افريقيا. جمهور الاهلي مبسوط من امبارح، مش بس مبسوط بالنتيجه، مبسوط بالاداء، مبسوط بالمدرب. الحقيقه متهيالي لاول مره من سنين ان احنا نشوف النادي الاهلي بيقدم عرض قوي زي ده خارج ملعبه. من فتره كبيره قوي ما شفناش النادي الاهلي الحقيقه شخصيته، شخصيه البطل، شخصيه لعيبه النادي الاهلي باينه بالشكل ده خارج ملعبه. ده حاجة طمنت جدا الجمهور، وده شغل مدرب. يعني احنا امبارح شفنا الحقيقة الاهلي جاي للمباراة يا احمد عارف هو عايز يعمل ايه، الاهلي جاي المباراة كل لاعب عارف كويس قوي دوره في الملعب، امتى يضغط وامتى يرجع. القفشة الجون بتاعه طبعا في بداية المباراة كان فارق جدا معانا. الحقيقة انه انا شايفة انه قفشة من اكتر اللعيبة اللي اتطور ادائها تحت قيادة موسيماني، ودايما يمكن بفتكر مع حضراتكم لما ضيع ضربة الجزاء في الشوط الاول او نهاية الشوط الاول من مباراة بيراميدز، وانه قد ايه في الشوط الثاني كان واحد من نجوم المباراة. وده طبعا زي ما بنقول دايما شغل مدرب، عارف ازاي يهديه، عارف ازاي يرجع له ثقته في نفسه بعد ما ضاعت ضربه الجزاء دي. قفشه امبارح حتى وهو رايح على الجون يمكن كان هادي كده وراسي وهو بيفنش في الانفراد بتاعه، عارف كويس قوي هو رايح يعمل ايه. احنا كنا شفنا موسيماني في المباريات المحليه، بس كنا محتاجين نشوف موسيماني في المباريات الافريقيه، وده حصل امبارح. شفنا قد ايه تاثير الراجل على اللعيبه، وشفنا قد ايه اولا في تطور على المستوى الجماعي للفريق، ودي حاجه كانت باينه جدا. ثانيا اللقطه اللي الحقيقه لفتت نظري قوي فكره انه ديانج كان في مس باسز كتير منه في الشوط الاول وخد انذار، ويمكن اللاعب توتر شويه بعد الانذار. هنا كان في تدخل واضح وصريح من موسيماني وسريع ان هو يغير ديانج بحمدي فتحي بين الشوطين، وهنا ده مش مدرب يعني فاهم تكتيك وفاهم كوره بس، لا، هنا أنا قدام مدرب حافظ أفريقيا، عارف حكام أفريقيا، عارف أن الحكم اللي يحسب علينا بيلن زي ده هيستنى أي غلطة لديانج علشان يطردوا من المباراة. فهو قرر أن هو يضحي بديانج في الشوط الثاني مقابل أن هو يكمل المباراة ب 11 لاعب، ودي حاجة الحقيقة تدل على ذكاء موسيماني جدا. احنا امبارح شفنا الحقيقة كرة حلوة من الفريق،
شفنا وحدة متماسكة، يعني قفشة وهو بيستلم الكرة بيبقى عارف محمد هاني فين، في فهم بين اللعيبة، في تناغم، في هارموني في الملعب، يعني بيبقى في حتى لما الكرة بتتحرك بطريقة معينة في الملعب بيبقى في جمل كده بين اللعيبة مفهومة ومحفوظة وبتتحفظ كذا مرة، بتتكرر كذا مرة، فده الحقيقة طمن الناس بشكل كبير. المهم جدا انه اي فريق عايز ينافس على بطولة وعايز ياخد بطولة مهم قوي انه يبقى عنده حارس مرمى قوي علشان يقدر ينافس، ومبارح الشناوي يعني اثبت انه مفيش اقوى من كده، حارس مصر الاول فعلا الشناوي امبارح، لولا تصديه لضربه الجزاء دي بالشكل ده اللي هي مش صحيحه وهو عارف ان هي مش صحيحه ومع ذلك ما تهزش، ده الحقيقه يعني فرق جدا مع الفريق وفرق في الروح المعنويه. اخر حاجه بس انه احنا عارفين كويس قوي انه لسه الاهم جاي، ونفرح على قد ان احنا شفنا فريقنا بالشكل ده امبارح، ونتمنى الافضل اللي جاي، ولكن لسه المباريات في ارض الملعب. يا شوف مع حضراتكم اهم عناوين حلقتنا النهارده. الاهلي راحه 48 ساعه ويعود للتدريبات الثلاثاء. حتى يجري اشعه على الضلوع والعضله الخلفيه. الجهاز الطبي يطمئن على مروان محسن. فحص طبي لكهربا في ميران الثلاثاء. صحف جنوب افريقيا بتقول موسيماني يصنع التاريخ. الكاف يخاطب اتحاد الكره لتطبيق الفار في اياب نصف نهائي دوري الابطال. يا اهلا وسهلا بكل اهلاويه مره ثانيه، عدوا معانا كده اربع ماتشات الحمد لله لموسيماني مع النادي الاهلي بدون هزيمه، يعني فيهم تعادل واحد طبعا مع بيراميدز في ظروف استثنائيه وظروف خاصه حضراتكم تابعتوها، يمكن كان في محاوله لتكرارها امبارح او استنساخها، يعني كان في بنالتي كده اتحسب بالحب زي ما بيقولوا، بس يعني ما علينا. الشناوي كان اكتر من رائع، بطل الحقيقه، والشناوي دي يمكن رابع بنالتي بيصدها الحقيقه الراجل عامل سيزون ولا اروع، نص فرقه الاهلي او نص قوه الاهلي الدفاعيه في محمد شناوي، كل الرجاله الحقيقه عشان ما اظلمش حد كانوا ابطال. وبعيدا عن الاداء في الملعب وبعيدا عن النتيجه، انا في حاجه لفتت نظري قوي في رجاله الاهلي امبارح، ودي تحسب لرجاله الاهلي، لعيبه الاهلي، ولموسيماني كمان بما انه تولى المسؤوليه في توقيت صعب جدا، يعني اي حد تقول له انت داخل على تعالى تولى مسؤوليه نادي زي النادي الاهلي، شعبيه وجماهير وضغوط اعلاميه وضغوط على كل المستويات، وتخش على مواجهه مهمه جدا زي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا قبلها باسبوعين، مسؤوليه مش سهله على الاطلاق، لكن يتحسب له الحقيقه حاله التركيز. امبارح الحقيقه كان في كميه كبيره جدا من الضغوط على النادي الاهلي في نهايه السيزون في الدوري تحديدا يا ساره، ولو تفتكري الانتقادات والوقفات اللي مع النادي الاهلي، ضغوط من الجماهير في بعض الاوقات، ضغوط من الاعلام في اوقات ثانيه، ورغم كده الحقيقه الناس بعدت وطلعت من كل حاله الضغط دي وركزت في اهدافها. وامبارح وهنقف بالتفصيل بالارقام، انا محتاج جدا ادلل على الكلام ده اللي بقول لحضراتكم بمجموعه من اهم الارقام النهارده، قدرت الحقيقه انها تطلع بعيد عن كل الضغوط دي وتقدم واحده من احسن ماتشات الاهلي السيزون الحالي، وتفوز على الوداد في ملعبه 2-0. مبروك للنادي الاهلي طبعا ولجماهيره. كنت تتخيل سيناريو احلى من ده؟ انت كنت متخيله امبارح سيناريو 1-0؟ انا قلت لك 1-0 وانت قلت لي هجيب لك اللي انت عايزاه لو حصل 1-0. بصي يعني انا طبعا دايما متعود انه الاهلي بيحقق نتائج ايجابيه، وشفت يعني كتير في ماتشات في الذاكره وما بتتنسيش، الترجي في تونس، الوداد في المغرب، الصفاقسي في تونس، وغيرها وغيرها وغيرها، لكن السيزون ده السيزون ملخبط كده، سيزون فيه توتر وفي شده اعصاب وفي تغيير جهاز فني وفي كورونا وفي رجوع بعد كورونا بدروب داون في 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 المستوى، في اصابات، في غيابات، في ايقاف، يعني بص الدنيا ملخبطه جدا. فلما تبقي طالعه على الماتش الناس كلها بتقول نهائي مبكر، صح، طبيعي جدا تبقي حاطه ايدك على قلبك وتبقي بتتمني بس نرجع بتعادل ايجابي، يعني صح. انا كان اقصى اماني بحلم بيها امبارح ان احنا نرجع من المغرب 1-1 2-2، رجعنا ب 2-0 الحمد لله، وان شاء الله ربنا يتممها على خير. ويهمنا يا احمد انه زي ما انت قلت انه ما يبقاش فيه بقى يعني فرحه بزياده، تنسينا ان الاهم هو اللي جاي، ولسه عندنا مباراه الاياب ولسه مباراه النهائي. اكيد، بس خلينا نبقى متفقين برضو عشان ندي كل حق يعني حاجه حقها، احنا الكره دلوقتي في ملعبنا، يعني النهارده بيدي لا بيد عمرو زي ما بيقولوا، الماتشين اللي جايين هيتلعبوا في القاهره، عندنا اريحيه وعندنا افضليه وعندنا جونين في جبنا يساعدونا بشكل كبير جدا في ماتش العوده، وبالتالي ان شاء الله كل اللي محتاجينه تركيز، ونعتبر انه الاثنين اللي جم هناك انهم
ما جوش ونلعب يلا نفتح من اول وجديد صفحه جديده مع الوداد، وان شاء الله باذن الله نقدر نحسم طبعا التاهل لنهائي افريقيا. نروح لاخبارنا. يلا نروح. الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي قرر ان هو يمنح اللعيبه راحه لمده 48 ساعه بعد طبعا ما رجعوا من المغرب امبارح بعد مباراه الوداد، واللي حسمها الفريق زي ما حضراتكم عارفين بهدفين دون مقابل، وده طبعا في ذهاب الدور نص النهائي من دوري ابطال افريقيا. المفروض طبعا ان الفريق يرجع التدريبات امتى؟ عصر يوم الثلاث اللي جاي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة الإياب اللي هتقام يوم الجمعة اللي جاية على استاد القاهرة الدولي. زي ما حضراتكم عارفين بعثة الفريق رجعت امبارح الصبح على متن طائرة خاصة بعد المباراة. طبعا احنا بنتكلم على يعني الرحلة كلها مجهدة طبعا، يعني بنتكلم على انك تسافري المغرب وتلعبي ماتش تقيل قبليه ثلاث تمرينات، يعني بالتأكيد كانوا يعني فيهم مجهود كبير جدا من اللعيبة، حالة الشد والضغط العصبي والتوتر اللي قبل الماتش حمل تقيل على رجالة الأهلي، ترجعي بعد الماتش على طول في رحلة خمس ساعات، بالتأكيد اللعيبة بالتأكيد مجهدة، والمجهود اللي عملوه في المباراة نفسها طبعا يخليهم محتاجين راحة، وعشان كده الجهاز كان حريص ان هو يديهم. ايه رأيك في قفشة امبارح قبل ما تتكلم عنه؟ قفشة على وجه التحديد محتاجين، انا هقف اتكلم عنه النهارده في سيجمنت 2 يا سارة، لانه قفشة الحقيقة من اللعيبة وخصوصا في ماتش بيراميدز، يعني ماتش الاخراني قبل ما نلعب ماتش الوداد، الراجل الحقيقة انا دايما بدخل صفحات الاهلي وبحب اسمع جمهور الاهلي وبشوف الكومنتس اللي بتيجي على صفحه قناه النادي الاهلي من جمهور عشان اعرف الجمهور بيتكلم في ايه ومهتم بايه. قفشه تحديدا من اكتر اللعيبه اللي تعرضت لانتقادات، ومش هبالغ لو قلت انها تعرضت لهجوم كبير جدا من قبل الجماهير في الفتره الاخيره، ويحسب لي انه ده ما اثرش عليه سلبا، بالعكس حوله لطاقه ايجابيه وشفنا قفشه غير في الملعب. عشان كده دايما لما بنقول لجمهور النادي الاهلي راعي دايما انه الحساب يبقى في نهايه الموسم، وراعي دايما انه لاعبتك محتاجين منك دعم حتى هم في لحظات ما بيقدموش فيها احسن مردود عندهم او ما بيكونوش في احسن مستوياتهم، مطلوب منك انك تدعمهم، وده دور الجمهور، وده الحقيقه مش غريب على جمهور النادي الاهلي، عشان لما تحتاجه تلاقيه. اديك احتجت الجول بتاع قفشه هو مفتاح سر الماتش ده، يعني لو الجول بتاع قفشه ما كانش جه في التوقيت ده وارد جدا كنا نشوف سيناريو مختلف تماما لماتش الاهلي والوداد امبارح. الراجل الحقيقه كان في قمه تركيزه، كل الانتقادات اللي تعرض ليها في فتره ما قبل ماتش الوداد ما اثرتش عليه خالص، والحقيقه كان واحد من نجوم ماتش الاهلي والوداد. بالمناسبه انا بقول لحضراتكم الماتش ده هيتكتب في تاريخ الجيل ده من اللعيبه، يعني في ماتشات كده بتصنع نجوم وبتبقى في ذاكره الجماهير لسنين وسنين طويله جدا. ماتش الاهلي والوداد امبارح واحد من الماتشات دي. خلاص انا معاك. مجدي قفشه الحقيقه كمان واحنا بنتكلم عنه خليني اقول لحضراتكم انه بيجري اشعه على ضلوعه، عشان الحقيقه يمكن او الاشعه دي هتحصل خلال الساعات اللي جايه دي، عشان هو تعرض يمكن خلال مشاركته في الماتش بتاع الوداد لكدمه، وان شاء الله باذن الله طبعا نطمن عليه، الى جانب ان هو اجرى كمان اشعه اخرى على العضله الخلفيه بعد ما اشتكى الحقيقه من بعض او احساسه بالاجهاد فيها، والجهاز الطبي قرر انه يعمل اشعتين عشان يطمئن ان شاء الله على حاله اللاعب ومدى جاهزيته عشان يشارك في مران الفريق اللي هيكون اول مران ان شاء الله استعدادا لماتش الجمعه، هيكون يوم الثلاث الجاي ان شاء الله، وان شاء الله يشارك مجدي قفشه مع الفريق. الفريق كله زي ما قلت لحضراتكم هيتمرن ان شاء الله يوم الثلاث بعد ما يحصل على راحه لمده 48 ساعه. كمان الجهاز الطبي احمد الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي بيطمئن على حاله مروان محسن مهاجم الفريق خلال التمرين اللي جاي بعد بكره يوم الثلاث ان شاء الله. مروان محسن كان اشتكى من اجهاد في عضله السمانه خلال مشاركته في مباراه الفريق امام نظيره الوداد المغربي اللي اقيمت امبارح في ذهاب طبعا الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا، والجهاز الفني بيسعى ان هو يطمن على حالة جميع اللعيبة استعدادا طبعا لمباراة العودة يوم الجمعة اللي جاية على استاد القاهرة بعد طبعا ما فوزنا في لقاء الذهاب. الأهلي ما بيقفش على حد، جملة من الجمل اللي رنت في ودني امبارح، يعني الحقيقة امبارح لما تشوفي فرقة الأهلي بتلعب قبل نهائي أفريقيا وبتقدم المستوى الرائع والمبهر ده وهم بينقصهم أيا كان السبب بقى، يعني مش وقت إن احنا نتكلم في أسباب، لكن أنت تقريبا كنت بتلعب امبارح وناقصك أو بره قائمتك فرقة كاملة، فرقة كاملة ممكن تشارك معاك في دوري أبطال أفريقيا، عشان كده كل الشكر الحقيقة روح الفانيلا الحمراء ظهرت بشكل واضح جدا، وراهننا الحقيقة يعني حسبنا حساباتنا واتكلمنا على الأرقام قبل الماتش وقلنا إنه كفة الأهلي بالأرقام طول الموسم في مقارنة تميل بشكل كبير جدا لصالح النادي الأهلي مقارنة بأرقام الوداد، ده اترجم إزاي؟ اترجم بالروح
اللي ظهرت بشكل كبير في ارض الملعب امبارح. كهربا كمان من الغيابات المهمه صار، يعني كهربا كان طبعا واحد رجع وابتدى يقدم مستويات كويسه جدا. بس انت حاسس ان ناقصك حد قوي في الملعب، مع طبعا كامل الاحترام للعيبه، بس تحس الفريق فعلا زي ما قلنا متماسك كده، فاهمين بعض، الكوره بتتنقل بشكل مفهوم. ما افتقدتش حد واستمتعت بالكوره اللي لعبها النادي الاهلي. كامل التقدير والاحترام لوجهه النظر اللي بتقول ان الوداد ما كانش في احسن حالاته، وده حقيقي. الوداد فريق تقيل، يمكن عانى بشكل كبير جدا قدام النادي الاهلي لاسباب كتيره جدا، لكن ده لا يقلل على الاطلاق من حجم العطاء والجهد اللي بذله رجاله الاهلي في ملعب امبارح، واللي مكنهم الحقيقه ان هم بالارقام، دي مش انطباعات ومش اراء ومش وجهات نظر، بالارقام انه الاهلي تسيد المباراه بشكل كامل وكان في مقدوره. وده اللي سمعناه يمكن انه مستر موسيماني في نهايه المباراه ما كانش فرحان، او يعني مش ما كانش فرحان، بالتاكيد كان فرحان، بس ما كانش مبسوط قوي بالكم الكبير من الفرص المهدره، وكان عنده رغبه في انه لعيبه الاهلي تحرز مزيد من الاهداف، وده كان ممكن جدا ووارد جدا. عندنا فرص في منتهى الخطوره، فرصه الشحات يمكن تكون ابرز الفرص دي اللي ضاعت نادي الاهلي، وكان ممكن نطلع بسكور احسن من السكور اللي طلعنا بيه امبارح. اكيد. خليني اقول برضو ان كهربا لاعب الفريق الاول كره القدم بالنادي الاهلي، طبعا بيخضع لفحص طبي او هيخضع لفحص طبي في تمرين الفريق بعد بكره برضو يوم الثلاث، اللي هيكون على ملعب مختار اتش. كهربا هيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركه في التدريبات الجماعيه بعد ما كان اكتفى خلال الايام اللي فاتت بتدريبات علاجيه، بعد طبعا ما كان بيشتكي من الام في العضله الخلفيه خلال مشاركته في مباراه بيراميدز ببطوله الدوري. طبعا يعني الجهاز الفني بقياده بيسو موسيماني المدير الفني زي ما قلنا لحضراتكم ادى اللعيبه راح لمده 48 ساعه، وهتبتدي التدريبات يوم الثلاث ان شاء الله. برضو بنأكد وهأكد وهنفضل طول الاسبوع ده نأكد انه التأهل للمباراه النهائيه لم يحسم بعد، رغم انه النتيجه ايجابيه اللي حققها النادي الاهلي تحطنا بشكل كبير او ترجح كفتنا بشكل كبير جدا، لكن الكوره عودتنا انه ما فيش حاجه اسمها مستحيل، وعندنا اكتر من منتدى قريبين، مش بعاد قوي، خصوصا في الدوريات الكبيره جدا او في بطوله دوري ابطال اوروبا، تعلمنا انه ما فيش حاجه اسمها نتيجه حسمت فقط من مباراه الذهاب. نتمنى ان شاء الله انه الدرس ده، وانا متاكد ان لعيبه الاهلي والجهاز الفني الاهلي واداره النادي الاهلي واعيه ومدركه تماما لحقيقه الامر ده. موسيماني بقى الحقيقه عامل ضجه في القاره الافريقيه، يعني فوز الاهلي امبارح الحقيقه على الوداد المغربي كان ليه اصداء عنيفه جدا، وخصوصا كمان في جنوب افريقيا. معظم وسائل الاعلام في جنوب افريقيا يمكن ركزت بشكل كبير جدا على النتيجه اللي حققها النادي الاهلي تحت قياده بيتسو موسيماني على الوداد المغربي، يعني موقع سبورت 24 قال مثلا انه بيتسو موسيماني يقضي على نحس الوداد ويحقق انتصار حاسم للنادي الاهلي. موسيماني يمكن كان خسر قدام الوداد مرتين، المره الاولى كان في ربع نهائي دوري ابطال موسم 2017، كان سان داونز فاز على ملعبه في مباراه الذهاب بهدف، لكن الوداد قدر ان هو يفوز على ملعبه في مباراه العوده بنفس النتيجه، وطبعا بركلات الترجيح قدر الوداد انه يقصي سان داونز من البطوله. المره الثانيه الحقيقه كان في موسم او في منافسات نصف نهائي دوري الابطال الموسم 2019، الوداد فاز على ملعبه بهدفين مقابل هدف، ورجعوا في جنوب افريقيا تعادلوا سلبيا، وبكده ودع سان داونز منافسات البطوله. في صحيفه مثلا كيك اوف كتبت انه بيتسو يصنع التاريخ في الدار البيضاء، وقالت انه بيتسو موسيماني صنع التاريخ امام الوداد، ووضع الاهلي قدما واحده في نهائي دوري ابطال افريقيا. وسويتان الصحيفه الجنوب افريقيه اتكلمت كمان على موسيماني، اللي قالت انه كان نجح في انه يقود الاهلي لفوز 2-0 على الوداد في عقر داره او في الدار البيضاء. يمكن امبارح يا احمد قالوا الاهلاويه لما سمعوا كلام موسيماني على انه بيشكر اللعيبه طبعا، بس كان نفسه يبقى فيه فرص او كان عندنا فرص لاهداف اكتر من كده، قالوا احنا شاميين ريحه جوزيه. ما هو كان ليه صوره كده، كان ليه صوره كده وصوره يعني كاريكاتير، انت عارف المصريين بيحبوا الحاجات دي، الافيهات يعني، كان ماشي وسط لعيبه النادي الاهلي وحد كاتب كده تعليق حد ليه شوق في حاجه. هو واضح انه شخصيه قويه، ومن الواضح كمان خدوا بال حضراتكم انه الشخصيات القويه دي لما يكون تكون مصحوبه بحب، يعني لما الناس تبقى مرتبطه بيك وبتحاول انها تسمع كلامك
من ناحية الحب أكتر بكتير جدا تأثيرها من لما تكون من ناحية الخوف، وأنا أعتقد أنه موسيماني من النوعية الأولى. إن شاء الله بإذن الله تكون قصة نجاح تتوج بالفوز ببطولة أفريقيا. أعتقد كبداية لموسيماني أعتقد هتكون بداية مشوار ناجح جدا مع النادي الأهلي. لسه كلام كتير عن مباراة الأهلي والوداد لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكل الأهلاوية اللي بيتابعونا في السادسة مرة تانية، وفي الوقت اللي استقبلت بيه القاهرة ومصر كلها خبر فوز النادي الأهلي 2-0 على الوداد في عقر داره في المغرب في كازابلانكا. كان الموضوع في المغرب مختلف تماما، وكانت الهزيمة بمثابة زلزال، ما كانتش بالتأكيد هزيمة متوقعة، وخصوصا الحقيقة أنه تصريحات ما قبل المباراة كانت بتشير أنه الوداد جاهز لحسم التأهل من كازابلانكا. الحقيقة يمكن ده يلقي بظلاله بشكل كبير جدا على ردود الأفعال في وسائل الإعلام المغربية وعلى مشوار الوداد في قبل النهائي، استعدادا طبعا لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبلة في القاهرة. من المغرب معانا الصحفي عبد الغفور درار، الصحفي بموقع العمق الرياضي المغربي. أهلا وسهلا بك. أهلا أحمد سمير، شكرا على الاستضافة وشكرا لكل المصريين. عبد الغفور اهلا بيك. في البدايه يهمني اعرف ازاي شافت وسائل الاعلام، مش بس وسائل الاعلام، حتى الراي العام والشارع المغربي والجمهور الودادي خساره الوداد امام الاهلي على ملعبه في قبل نهائي افريقيا بنتيجه 2-0. نعم، هنا تذمر كبير لدى المناصرين ديال الفريق الوداد البيضاوي. كما قلت الهزيمه بهدفين دون رد امام الاهلي أحدثت زلزال داخل أركان الفريق الأحمر، حيث الجماهير الودادية لم تكن تنتظر هذا الأداء أو الهزيمة بهدفين وكيفية الطريقة التي جاءت بها الهزيمة أمام الأهلي المصري. قبل المقابلة الجماهير الودادية كانت تعتقد أن الوداد قادر على مواجهة الأهلي المصري في هذه المقابلة والفوز عليه بكل سهولة أو التعادل ثم الذهاب إلى مباراة القاهرة وهناك العودة بنتيجة إيجابية والتأهل إلى المباراة. من وجهة نظرك وفي تحليلك لسير المباراة، إيه هي أهم أسباب خسارة الوداد أمام الأهلي في مباراة الأمس؟ الأسباب الأساسية هو العياء لدى لاعبي الوداد، لأن البطولة لم تنتهي إلا الأسبوع الماضي عكس الفريق الأهلي الذي حسم لقب الدوري المصري منذ شهرين، حيث مدة التحضيرات لفريق الأهلي كانت كافية وجيدة عكس الوداد الذي لم يتعرف على حسم اللقب إلا في الدقائق الأخيرة للمباراة ومباراة فريق الرجاء، حيث الضياع اللقب أثر على نفسية اللاعبين. ميغيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد، ميغيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد، هل يتحمل من وجهة نظرك جزء من أو مسؤولية من في هزيمة الوداد في مباراة الأمس؟ لا جاموندي لا يتحمل مسؤوليه الخساره امام الوداد امام الاهلي، لان جاموندي اول مقابله يقودها من دكه الاحتياط، لانه في الدوري المغربي كان ممنوع له قياده الوداد من كرسي الاحتياط. اول مقابله يقودها وأول مقابلة قوية يخوضها فريق الوداد البيضاوي منذ تولي جاموندي قيادة السفينة الحمراء. عبد الغفور، إزاي بتشوف رؤية الفريق الوداد وجهازه الفني لمباراة العودة في القاهرة، وهل من الممكن أنه يكون في مغامرة في مواجهة الأهلي على ملعبه في مباراة العودة؟ الوداد البيضاوي في مباراة العودة في القاهرة سيلعب الكل، لم يعد له أي شيء يخسره في المقابلة، يا إما التأهل والعودة بنتيجة إيجابية من مصر أو الخسارة أو الإقصاء من العصبة.
كان في يعني كلام سيلعب الكل رغم الغيابات الكبيره التي رصدنا كلام انه نعم. كان في بعض اللاعبين اللي تم اتهامهم بالتقصير او التهاون في مباراه الامس، وبالتالي قد يغيبوا عن المواجهه القادمه، وقد نشهد او قد تشهد المواجهه الدفع ببعض الوجوه الجديده. صحه هذا الكلام؟ لا لا هذا الكلام غير موجود بتاتا في الاوساط الرياضيه في الوداديه. اللاعبين انا كما قلت لك اللاعبين اثر عليهم ضياع اللقب في الدقائق الاخيره في الجوله الاخيره من مباريات الدوري المغربي، اثر على نفسيتهم، شتت الذهن ديال اللاعبين الوداد حيث لم يستطيعوا نسيان الدوري المحلي والتفكير فيما هو قادم وهو عصبة الأبطال الإفريقية ومواجهة الأهلي الذي نعتبره من أقوى الفرق الإفريقية ومن أول من المرشحين لنيل هذا اللقب. عبد الغفور، ودادي ولا رجاوي؟ أنا صحفي. هل تتوقع أنه مباراة الأمس من الممكن أن يكون لها تأثير على نتيجة مباراة اليوم اللي هتجمع بين الزمالك المصري والرجاء المغربي؟ هنا تخوف من بعض الجماهير الرجاوية من السيناريو ذاته، لأن الفريق الرجاوي يعاني من غيابات كثيرة أكثر من غيابات التي كان يعاني منها الوداد الرياضي، لأن الدفاع بدر بانون هو الموجود كمدافع أوسط في الفريق، إضافة إلى غيابات في وسط الميدان وفي الهجوم بعد رحيل أحداد بانتهاء العقد عقده مع الرجاء والعودة إلى الزمالك. كل هذه الأشياء تصب في صالح الزمالك، لكن كما يقول المناصر والرجاويين المستحيل ليس رجاويا. أنا بشكرك شكرا جزيلا عبد الغفور درار، الصحفي بموقع العمق الرياضي المغربي، كنا سعداء بالتواصل معك، وكل التوفيق طبعا لنادي الزمالك المصري في مواجهته في قبل النهائي طبعا أمام فريق الرجاء المغربي، نتمناها طبعا أو نتمناه نهائي مصري خالص. قبل المواجهة امبارح في حلقة امبارح من السادسة مساء استعرضت مع حضراتكم مجموعة من الأرقام اللي كلمت فيها عن أهم نقاط القوة اللي بتميز النادي الأهلي، وعملنا مقارنة بين الموسم بالكامل أرقام الأهلي وأرقام الوداد، واستعرضناها مع حضراتكم سواء من ناحية دفاعية أو من ناحية الهجومية، الاستحواذ، القدرة على صناعة الأهداف وتسجيلها، القدرة على القدرات الدفاعية، قدرة من في فكرة منع أو تصدي لهجمات الخصم. كل دي أرقام قلنا وأكدنا أنها بتصب في مصلحة الأهلي وبترجح كفة الأهلي بشكل كبير. يمكن هنعرض مع حضراتكم مجموعة من الأرقام اللي الأهلي قدر من خلالها أنه هو يترجم الأرقام دي في مباراة الأمس، ويمكن الأرقام دي تأكد لحضراتكم قد إيه الأهلي كان فارض كلمته وكان قادر يفرض سيطرته على مجريات المباراة بالكامل، على الرغم أنها طبعا بتلعب في ملعب الوداد. بداية طبعا احنا عندنا السكور او الاهداف اللي قدر الاهلي يسجلها 2-0. نسبة الاستحواذ وانك بتلعب بره ارضك في بطولة او في دور مهم جدا من اهم بطولة قارية في القارة الافريقية، في مع منافس مرشح للفوز بالبطولة، وتقدر تحقق نسبة استحواذ بنسبة 52% في مقابل 48%، ده شيء يحسب للجهاز الفني ولاعيبة النادي الاهلي. عدد التمريرات اللي عملها لعيبه النادي الاهلي 457 تمريره، منهم 371 تمريره صحيحه، ودي نسبه برضو بيتفوق فيها الاهلي على نسبه التمريرات. احنا بنتكلم هنا على الاستحواذ ودقه التمرير. الوداد قدر يحقق 413 تمريره بنسبه تمريرات صحيحه 322 تمريره. نسبه التمريرات مقابل الاجمالي تمريرات صحيحه مقارنه بالاجمالي 81% النادي الاهلي، 78% بالنسبة للرجاء للوداد أنا آسف. وبالنسبة للتصويب على المرمى الأهلي قدر في مباراة الأمس، ودي واحدة من الحاجات اللي اتغيرت واللي بنلاحظها دايما ورصدناها مع حضراتكم في كل المباريات اللي لعبها النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني، الراجل بيركز جدا على جزئية التصويب على المرمى. الأهلي امبارح صوب 11 مرة على جون الوداد، منهم ثلاثة تصويبات كان بين الثلاث خشبات، في حين انه
الوداد وهو بيلعب على ارضه، ودي برضو حاجه ليها شغل مرتبط بالناحيه الدفاعيه في النادي الاهلي ومدى تطورها تحت قياده موسيماني، ودي هنرصدها في مجموعه من الارقام الثانيه المهمه جدا. قدر يوصل لتسع تصويبات منهم خمسه فقط بين الثلاث خشبات. نروح للسلايد ده. السلايد ده بالنسبه للتمريرات البينيه، وبرضو وانت بتلعب على ملعب الخصم بره ارضك بيبقى فيه نوعا ما حاله تحفظ شويه في فكره الهجوم، وهنا الاهلي نجح ان هو يعمل 11 تمريره بينيه فيما نجح الوداد في انه يعمل 6 تمريرات فقط. الفرص على المرمى الاهلي قدر يخلق 5 سجل منهم 2، الوداد قدر يخلق 6 فرص لم يسجل منهم ولا فرصه. انا عايز حضراتكم تاخدوا بالكم من المقارنه اللي جايه دي. بالنسبه للضربات الركنيه على مدار المباراه قدر الوداد انه يحصل على 11 ضربه ركنيه في حين انه الاهلي لم يحصل على ضربه ركنيه واحده، ورغم التفوق الرهيب لكن الحقيقه خليني اقول لحضراتكم احنا رصدنا من خلال الجزئيه دي قدره الاهلي على التنظيم الدفاعي والتمركز السليم والتعامل مع الضربات الركنيه بنسبه 100% اللي اتعرض ليها النادي الاهلي امبارح، وده شيء كان بيمثل نقطه ضعف عند النادي الاهلي في فترات سابقه. اعتقد انه الرقم ده بيأكد على حدوث تطور في الجزئيه دي. ركلات جزاء احنا حسب لينا ركله جزاء واحده قدرنا نسجل منها، هم طبعا حسب ليهم نص ركله جزاء، مش قادر اسميها ركله جزاء بصراحه، بس حسب ليهم ضربه جزاء ولكنهم فشلوا في التسجيل، او نجح محمد الشناوي، خلينا نكون يعني في منتهى الدقه، نجح محمد الشناوي في التصدي لركله الجزاء الوحيده اللي احتسبت للرجاء الوداد. ارقام اللاعبين بالامس الحقيقه احنا يمكن رصدنا اهم وابرز لعيبه كلها كانت نجوم، اخص بده يعني الشناوي، قفشه، محمد هاني. الشناوي على مدار السيزون كله الحقيقه عامل ريكورد ولا اروع، يعني محمد الشناوي الحقيقه سواء كنا بنتكلم على ارقام في الدوري العام او ارقام في دوري ابطال افريقيا، لعب 42 مباراه دخل مرماه 13 هدف في كل المسابقات، شباك نظيفه 31 كلين شيت، وده رقم الحقيقه يحسب ل الجهاز الفني النادي الاهلي ويحسب لمحمد شناوي اللي قدر يطور من مستواه بشكل كبير جدا، ونجاحه في التصدي لضربات الجزاء يضيف ليه الحقيقه ميزه كبيره جدا، خصوصا ان في معظمها كانت ضربات جزاء حاسمه، يعني لا قدر الله لو سجلت ضربه الجزاء امبارح ورجع الوداد في شوط المباراه الاول كان من الممكن السيناريو الشوط الثاني يكون مختلف تماما ونتيجه المباراه بشكل كامل تكون مختلفه بشكل كامل. نروح لاحصائيات اهم لاعيبه النادي الاهلي امبارح في مباراة الوداد. قفشه لعب 98 دقيقة سجل هدف ولا أروع ولا أجمل، وعليه 52 باس منهم 44 تمريرة صحيحة، قدر يلعب 3 تمرينات بينية وقدر يخلق فرصتين في على مدار المباراة. نروح في الناحية الدفاعية، 2 لعيبة تحية تميزوا بشكل كبير جدا في مباراة امبارح. محمد هاني لعب 98 دقيقة كاملة، تمريرات صحيحة 63 تمريره منهم 54 تمريره صحيحه، قدر يلعب 3 عرضيات وقدر يقطع 9 تمريرات. وخدوا بال حضراتكم انه الشناوي كان بيلعب عليه امبارح، سوري محمد هاني كان بيلعب عليه امبارح واحد من اثقل الاجنحه في القاره السمراء في التوقيت الحالي. اسماعيل حداد لاعب يتمتع بامكانيات كبيره جدا وصاحب تاريخ وخبرات كبيره جدا وبيلعب على ارضه ومع فرقته وفي دور مهم، فكل الحقيقه التقدير لمحمد هاني والدور المهم اللي قام بيه امبارح. كمان ايمن اشرف الحقيقه، علي معلول طاب الاول، علي معلول الحقيقه امبارح طبعا لعب مباراه اكتر من رائعه، وما كناش شفنا علي معلول في الفورمه دي بقالنا كتير، ده علي معلول اللي احنا بنعرفه واللي نتمنى ان شاء الله انه يستمر مع النادي الاهلي السيزون ده على نفس المستوى. قدر يسجل هدف، لعب 98 دقيقه كامله، ليه 52 تمريره منهم 43 تمريره صحيحه وقدر يقطع 7 تمريرات. ايمن اشرف هو ثالث لاعب في الناحيه الدفاعيه نجح بشكل كبير وتميز بالامس. ايمن اشرف لعب 98 دقيقه، تمريرات 42 تمريره منهم 35 تمريره صحيحه، استخلاص كره من لملعب الخصم 9 كرات ومنهم واحده في ملعب الخصم، وقدر يقطع 9 تمريرات، والالتحامات الهوائيه الصحيحه نسبه 2 على 2، واحده برده من الارقام المميزه. انا مش عايز انسى حد لكن الحقيقه كل اللعيبه امبارح كانت فورمة عالية جدا، كل اللعيبة ساهمت بشكل كبير جدا في لقطات مهمة جدا على مدار المباراة في تحقيق مكسب غالي جدا يقطع به الأهلي خطوة مهمة جدا نحو التأهل إن شاء الله للمباراة النهائية والفوز بالبطولة الغالية، البطولة الأهم، البطولة الجماهير الحقيقة مستنياها، والنجمة التسعة دوري أبطال
افريقيا. فقراتنا في السادسه مستمره مع حضراتكم، فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. حضراتكم مرة تانية، وزي ما بقول دايما انه من حقنا نبقى فرحانين، من حقنا نبقى مبسوطين بأداء فريقنا امبارح الحقيقة وبالنتيجة كمان، بس لسه المباريات في الملعب ولسه ما خدناش دوري ابطال افريقيا، وباذن الله اتسع من نصيبنا قريب قوي. الحقيقة ضيفي اللي منورني في الاستوديو دلوقتي هو يعني انا مش ببقى مبسوطة بس وانا بتكلم معاه علشان هو واحد من نجوم النادي الاهلي، لكن كمان يعني الشخص ده بالتحديد لما بيتكلم دايما عن حبه للنادي الاهلي وانتمائه بيبان في عينيه قبل ما بيبان في كلامه. الحقيقه دايما كابتن عمرو الحديدي بيضرب مثل الحقيقه ان هو واحد من ابناء النادي الاهلي، وقد ايه الانتماء ده حاجه كبيره قوي. منورني يا كابتن. ربنا يخليك يا ساره، ميرسي على المقدمه الجميله دي، ربنا يكرمك. يا كابتن يعني الاول عايزه ابارك لحضرتك على بطوله الجمهوريه للشركات في الكره الخماسيه. هو طبعا دي كانت يعتبر اول مره تحصل في تاريخ مصلحه الضرائب المصريه ان احنا نحصل على بطوله الجمهوريه للشركات في الكره الخماسيه فوق ال 55 سنه، وانا يعتبر المدير الفني والتنفيذي للجنه الرياضيه. طبعا ببارك للمصلحه وقيادات المصلحه واللعيبه وكل الموجودين، ان ده تتويج زي ما بنقولوا احنا بنلعب رياضه كمان مع اشغالنا، يعني بنفكر في ان احنا جهه اراديه تخص الدوله، وفي نفس الوقت الحته الترفيهيه الخاصه بينا هي الحته الرياضيه. الحمد لله ان احنا حققنا حاجه زي دي. وببارك طبعا بقى على فوز الاهلي امبارح على الوداد في مباراه الذهاب 2-0. يا كابتن انت قلت لي انك كنت متراهن ان الاهلي هيكسب 2-0. بصي هقول لك على حاجه، في شواهد للمباراه اللي مركز قوي مع النادي الاهلي وبيتابع تدريبات مستر موسيماني واللعيبه تشوفي حاجات كلها كوبي بتحصل، والبرنامج كان هو خير النتيجه كانت امبارح. لعيبه النادي الاهلي احنا وحشنا قوي روح الفانله الحمراء، شفناها امبارح. لعيبه جهاز فني مجلس اداره مسافر يأزر اللعيبه من اول عمال اوضه اللبس لاكبر شخصيه موجوده في النادي الاهلي، واكيد وجود برضو كابتن الخطيب. لسه كنت هقول لك، بصي ده مش دعم، ده حاجتين اصعب من بعض. تحمل مسؤوليه جامده جدا للعيبه في وجود اسطوره زي كابتن محمود الخطيب موجود معاهم في البعثه. اتنين انك راجع بنتيجه ايجابيه، يعني حتى احنا فرحنا كلنا فرحه مؤقته ان احنا ما قلناش الفرحه اكتملت. حتى الراجل تعبيره للمباراه خلاص هو كسب، بس كان امنيه حياته يبقى السكور اعلى من كده، يعني رغم ان هو كسبان 2-0 واول، او يعني ما شفناش من زمان قوي النادي الاهلي بيكسب بره ملعبه قبل ما يجي للجوله الثانيه، ما حصلتش بقالها سنين. شفنا ده كمان يا بالزبط. يا كابتن يعني مش مجرد نتيجه. بصي يا ساره، الراجل يعني في الوقت اللي مشي ميستر فايلر واتخذ مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب ان هو يتعاقد مع مستر موسيماني، معادلتين اصعب من بعض. انت خدت دوري وحسمتيه من بدري قوي، دخل على بطوله افريقيا اللي متشوقه جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر للحصول عليها. في الوقت دوت النادي الاهلي تعاقد مع الرجل المناسب في المكان المناسب. هنسمع كلام كتير وهنسمع نقد كتير وتوقعات كتير، لا احنا بنتكلم عن اسطوره اسمها كابتن محمود الخطيب، هو اللي اختار مع ترابيزه الاختيارات اللي حواليه او الاشخاص اللي موجودين معاه، هو اختار الراجل اللي في الوقت اللي محتاج النادي الاهلي مدرب نفسي وفني وارتفاع من اذر اللعيبه وضخ روح المعنويه العاليه لعيبه النادي الاهلي، كل ده كان موجود عند الراجل ده. تخيل انت جايب راجل في الوقت دوت، الراجل ده درس النادي الاهلي اكتر من مدربين النادي الاهلي دارسين نفسهم، يعني راجل درس النادي الاهلي كويس قوي، درس النادي الاهلي، درس الوداد، درس البطوله نفسها، عارف هو هياخد ايه منها وهيدي ايه. هو اعتقد بنسبة يعني حقه ياخده 90%. قدم اعلى اوراق مستر موسيماني لاسم النادي الاهلي. خبرته في افريقيا ساعدتنا في مباراة امبارح. هو شاطر. شاطر في ادارة الملعب، شاطر في العامل النفسي اللي النادي الاهلي محروم منه بقاله كتير. شاطر في انه بيعمل تخصصات لكل لاعب. صح. شاطر ان عود النادي الاهلي ان يلعب 90 دقيقة ضاغط وبيستحوذ على الكرة وبيعرف ينتقل من الدفاع للهجوم في اسرع وقت. الاخطاء اللي موجوده للعيبه لو رجعنا بشريط ذاكره خطوتين، ان مباراه انبي ومباراه بيراميدز قفشه ضيع انفراد شبيه لده بالظبط، اعتقد المره دي اللي راح بيها هي اللي جت جول. ده شغل مدرب احنا مش شايفينه،
شغل في الملعب، شغل تخصص، شغل على السبوره، شغل خاص بينه وبين اللاعب، حتى اللاعب راح له حضنه. ده كل واحد فيهم بيعبر بطريقته. هو فعلا برضو بيتعامل مع اللعيبه نفسيا بشكل كويس قوي. يمكن دايما كنا بنتكلم على قفشه برضو لما ضيع ضربه الجزاء يا كابتن في ماتش بيراميدز، وازاي اتعامل معاه، وفي الشوط الثاني قفشه كان عامل ماتش كويس قوي. احنا بنقول نجوم العالم بتضيع. هو قال كده، قال نجوم العالم بتضيع. هي المشكله دلوقتي في ان انا النقد بتاعي او التوجيه بتاعي بناء ولا هدام. انا ببني لاعب انا عارف امكانياته. طب خليك كده قول لي ايه اسباب فوز الاهلي امبارح على الوداد 1-2-3 من وجهه نظرك؟ نمره واحد تركيز. تمام. كان باين قوي واحنا وهم بيسخنوا. اتنين روح النادي الاهلي، ودي بتبقى رقم واحد واللاعب رقم مليون في المكسب. تالت حاجه تنفيذ تعليمات المدرب بحذافيره. أربعة اللياقة البدنية للنادي الأهلي كان واضح جدا 90 دقيقة، ولو وصلنا ل 120 دقيقة الأداء واضح وعارف هو بيسحب مين وبيدخل مين. يعني في ناس كتير نقاد بتتكلم على خروج ديانج، ديانج خرج عشان ما ياخدش الإنذار الثاني وياخد طرد. صح، وده يدل على ذكاء المدرب طبعا. ومنزل واحد بنفس المهام حمدي فتحي. إيه الحاجة الجميلة اللي ظهرت ما بين أيمن أشرف وياسر إبراهيم؟ محمد هاني وعلي معلول. ده علي معلول يا جماعه بيحسسنا ان هو مصري ابا عن جدا، مش تونسي. صح. بيحب النادي الاهلي اكتر ما بيحب اي كائن تاني. حسيت ان في واحده متماسكه يا كابتن، في تناغم كده بين اللعيبه، فاهمين بعض قوي امبارح في الملعب. خلاص انا لسه بقول لك، اول مره اشوف النادي الاهلي اما بيضغط بيضغط كتله واحده. أيوة. مفيش وقت. يعني حدث بلا حرج اسم واحد واحد، اما يكون ورايا واحد زي الشناوي عامل كده هيكون انا شكلي ايه وانا راجل سرد باك معايا هرم قافل لي اي حاجه. اتنين مساكين، احنا هنأدي نفس الاداء مش اقل منك، اطراف موجوده لنا مهام ولنا وظائف المدير الفني بنبلغنا بيها نشتغل عليها. اذا كان محمد هاني او علي معلول. عندنا اتنين في نص الملعب اسمهم صمام الامان قبل ما الكره توصل لخط الظهر، عمرو السوليه وديانج. عندنا ثلاثه فنانين بيشتغلوا من تحت الفيرود، هم قفشه واجاييه وحسين الشحات. عندنا فيرود مطلوب منه ان هو يبقى محطه اشتغل من عليها، وكنا اول مره نشوف قفشه الفرود الخفي اللي جاي من تحت الفراوده. الناس كلها بتبقى متوقعه انه اجاي، متوقعه انه حسين، لا هو كان فاتح الملعب بطريقتين مختلفين. اول ما بيحصل شغل من العمق بنشوف قفشه، انما بنشوف شغل على الاطراف بنشوف اجاي وحسين. كان هو عامل توليفه ممتعه للنادي الاهلي. اكيد شايف ان جون قفشه في الدقائق الاولى ساعد في النادي الاهلي يفرض سيطرته طبعاً من اول. طبعا بيقول لك احنا بنتعلم كده من اول ما اتعلمنا يعني ايه كوره. انك وانت رايح بره مصر ما تخسرش البونت اللي معاك، ما كسبتش ما خسرش. معايا درون، ما بالك ان اول خمس دقائق او سبع دقائق احرزت هدف. خلاص بتديكي نشوه انك ايه الفرقه الثانيه هتبتدي تفتح خطوطها، هبتدي انا العب على اخطاء دفاعهم وثغرات نص ملعبهم وابتدي هاجم من الحته دي. غير ما بيبقى الماتش السجال ما بين طرفين ولسه ده بيهاجم بهجمه وده بيهاجم هجمه بيبقى الكلام عادي. لا انا جبت جون بدري، سيطرت على اجواء الماتش، الاستحواذ 53% 47 فرقه الوداد، وانا بلعب بره ملعبي. طبعا نسيبنا بقى من حته الجماهير ومش الجماهير والكلام ده على ملعبنا من الاداء اللي شافته من اللعيبه. ليه؟ عشان انا نازل من الاول الاحساس والمحاضره والسفر قبلها بيومين، وقبلها قبل ماتش بيراميدز، وقبلها في قبل ماتش انبي في حديث نفسي بين المدير الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ وجهاز الكره كله بيتكلم مع اللعيبه. احنا يا جماعه رايحين افريقيا، احنا رايحين نمتع الشعب المصري، احنا اللي بنرسم الابتسامه للناس، احنا اللي بنقول. بنسمع مهاترات كتيره على اسم النادي الاهلي، لا احنا نقول كلمه بقى ودي اهم من ان انا موجود مع حضرتك او مكسب النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب نقول له شابوه لوجود مستر موسيماني، انت ضربت كل الاقاويل بعرض الحائط، كنت انسان رزين جدا، بتعمل لنفسك فكر انت من احسن من رأت الكره المصريه والافريقيه والعربيه وهنقول العالميه. مين هو محمود الخطيب؟ عمل المعادله الصعبه، جاب واحد في وقت مستحيل حد يضحي باسمه عشان يمسك في الوقت دوت وهو رايح يلعب قبل نهائي ونهائي بطوله افريقيا. هو عارف هو بيعمل ايه؟ الاختيار من نجم كبير زي كابتن محمود، اختيار من نجم موجود على الساحه العربيه والافريقيه ليه اسمه وتقله كرئيس نادي، وكان اسم كان لعيب كبير طبعا. اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو مجموعه
حاجات بتعلي اسم الكيان. يمكن الترابط ده. انا بقولها يا كابتن انه شعبيه الكوره في مصر قبل كابتن محمود الخطيب حاجه كلاعب طبعا، وبعد كابتن محمود الخطيب حاجه ثانيه، ودى شعبيه الكوره في مصر في حته ثانيه. هنتكلم اكتر طبعا اكيد عن اختيار مجلس اداره النادي الاهلي الموسيماني في وقت صعب وفي وقت حاسم، واكتر فنيا عن مباراه الاهلي والوداد، لكن بعد الفاصل كلام كتير قوي عن مباراه الاهلي والوداد. مرحبا بحضراتكم مره تانية، ولسه معايا كابتن عمرو الحديدي، وكلام كتير قوي عن مباراه الاهلي والوداد. يا كابتن كنت بسالك انه شايف، انت كنت بتتكلم في الفاصل انه موسيماني شايف ان هو يعني هيبقى في ناس كتير قوي هتبقى عايزه تتعلم منه كتير، مدربين كتير الفتره اللي جايه. احكي لي اكتر عن اللي انت كنت بتقول. اما كان مستر مانويل مجوزيه موجود، كانوا معظم مدربين مصر كانت عايزه تعمل معايشه مع المستر مانويل. انا اول واحد من الناس اهو بقول اتمنى ان انا اعمل معاشه مع الراجل ده، اخد منه حاجات احنا ما اتعلمناهاش، ولا المدربين المصريين ولا المدربين الاجانب، ولا المدربين المصريين ولا المدربين الاجانب. حته المعايشه انا هاخد منه حاجات هو عرف يكتشفها في اللاعب المصري، العامل النفسي اللي هو انطبع رغم ضيق الوقت من بين دوري عام وبطوله افريقيا. والراجل ده الراجل دارس مصر، دارس كيان النادي الاهلي. راجل بيقول لك انا كفيل اسعد جماهير النادي الاهلي. هو جاي عارف هو بيتعامل مع مين، والنادي الاهلي عارف هو جايب مين. احنا بنتكلم دلوقتي عن شخص ياخد وقت طويل قوي عشان يعرف يترجم كيان النادي الاهلي. طب وانت شايف ايه السر في ان هو بصماته تظهر بالسرعه دي في وقت قليل زي ده؟ دي حكمه مدرب بقى، دي شطاره، مذاكره برضه. كل شيخ ليه طريقه. لا ده هو مش يعني مذاكر، دارس ده حافظ قوي. بالظبط، ده حافظ كل حاجه. النادي الاهلي اما بيجي يتكلم بيقول لك كابتن بيبو، عارف مين هو كابتن محمود الخطيب، حافظ كل لاعب كمان بالاسم في وقت قليل قوي. أيوة. المؤتمر الصحفي كان بيقول اسمائهم، وانا كنت مستغربه لحق يحفظهم امتى. ما احنا بنقول دلوقتي هو لو خد مده هياخد له شهرين عشان اجنبي، هياخد شهرين عشان يعرف ياخد. عايزه حضرتك تقدري تربطي ما بين اللي احنا بنقوله والموقف العملي. الحضن اللي كان بينه وما بين قفشه، هو عارف الراجل ده رايح يكافئه، انت قلت لي اعمل كذا وانا جاي لك اقول لك انا عملت كذا. كل واحد فيهم بيعبر بطريقته. احنا بنقول النادي الاهلي الراجل بمنتهى الصراحه كسبان، وكسبان اتنين مش كسبان واحد، كسبان اتنين، وحارس مرمى صد ضرب الجزاء قال لك انا خارج من الماتش كنت نفسي يبقى 3 و4 و5. دي حاجه بقى مهمه، يعني في اراء كتير. الاول قبل ما نروح لده، طبعا كل الشكر لمجلس اداره النادي الاهلي ان هم لما فايلر مشي في وقت حاسم، الحقيقه الناس دي كان قدامها سيفيل كذا مدرب، وهم قدروا يختاروا الاختيار الصائب اللي يستاهلوا واللي يستحقوا النادي الاهلي في الوقت ده. فالحقيقه كل الشكر طبعا لمجلس الاداره. لما حته بقى موضوع السكور، ناس كتير شايفه وارائها ان احنا كنا نقدر نطلع بسكور اكتر من ده، وان احنا ضيعنا فرص كان ممكن تفرق معانا جدا. هرجع للجمله اللي قلتها انت يا ساره، وبعدين اخش في حته السكور. طب مجلس الاداره مهما هيجتمع ويقول، اعتقد ان في حافظه خاصه وملف خاص بلان ايه عند الكابتن محمود اسمها عين النجم. هو راجل نجم طبعا، اسطوره، اختار في الوقت اللي كل الاراء رشحت له كذا اسم اذا كان اجنبي او مصري، مش تقليلا من اسمائهم، هو بحسته كلاعب كوره وحسيته كشايل كيان النادي الاهلي اللي هو احد ضلوعه. بدون مبالغه اختار في الصميم، اختار في الصميم، وكلنا كنا مؤيدين ده. رغم نقد عليه وامور شباب مرتزقه بيردوا باهانه وبشتايم، لا لا لا، ده قمه نجاحه. كابتن محمود الخطيب عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. ده الجزء بتاع مجلس الاداره. صح. الجزء بتاع النتيجه اللي يخص مستر موسيماني. في واحد بيخلي المسرح يخلص من اول مشهد يفضل في اذهان الناس كلها. ان انا اكسب هناك 3-4. هو برضه وصل انطباع للناس ولاعيبته اتنين مش كتير، والماتش في مصر هيبقى صعب. احنا ما حققناش المعادله الصعبه. احنا حققنا المعادله اللي انتوا المفروض ده طبيعتكم كلاعيبه النادي الاهلي تعملوه. كسبتوا هناك اتوجوا في مصر، كسبوا هناك هتريحوا نفسكم في مصر. بس في مصر مش عشان اتدلع، مش في مصر عشان استهتر، لا طبعا. انا عارف انا هاخد ايه، زي ما انت اديت هناك بروح 108 شاب مصري، الشعب المصري كله كان بيلعب مع ال11 لاعب بتوع النادي الاهلي طبعا. هتيجي تنفذها هنا نفس الكلام.
مين بيحب النادي الاهلي مين بيحبش النادي الاهلي، احنا في الاخر اسمنا مصر والنادي الاهلي هو الممثل ليها، احنا ماشيين ورا في اي حاجه اكيد. طب شايف ان عوده علي معلول للجبهه اليسرى فرقت بكتير في مباراه امبارح؟ اه طبعا طبعا، ومش تقليلا من اي حد بيلعب في الحته دي، ده بيغير المفهوم في الكوره. يعني احنا بنقول زمان كنا بنقول الكابتن ربيع ياسين وبنقول الكابتن عماره وبنقول الكابتن نخله وبنقول اسماء كبيره، لا احنا بنقول علي معلول غير المفهوم خالص، هجومي ودفاعي وهداف وباك بسم الله ما شاء الله حدث بلا حرج، راجل عارف يعني ايه محترف، بيسيب بصمه في البلد العربيه الشقيق بالاسلوب ده. الناس بتحبه ودلعته يا ساره. لا خلاص، خلاص هو مصري بالظبط اهو. خلاص الراجل عارف هو عايز يعمل ايه وبيغير ازاي. خلاص وصلت له الغيره على النادي بتاعه زي ما يكون بيغير على بلده بالظبط. هو ده اللي وصله. حركات قفشه امبارح في الملعب كانت ازاي؟ لا مايسترو كان سيمفونيه، ما اقدرش اقول هو الواحد من اكتر اللعيبه اتطورت تحت قياده موسيماني يا كابتن عمرو. هل هي كوره؟ ما هو قفشه كورته كل نفسية. الناس عارفه ان هو كويس لعيب كويس، انا بعرف اخد منه اللي انا عايزه وعرفت اخد منه اللي انا عايزه. حسين عمليه وقاعد بره وابو 150 مليون واشترينا القطر لغايه الراجل بيرد امبارح للمده الزمنيه اللي هو هيأدي فيها 70 80 90 دقيقه وبيغير. ديانج سولية اجايه ده كان هو ده كافئ فايلر الاول وبعدين بيكافئ موسيماني، كافئ فايلر في مباراه الزمالك بيكافئ موسيماني في مباراه امبارح. محمد هاني محمد هاني ياسر ايمن. خلينا نقف عند محمد هاني، هقول حاجه بس لمحمد دي مهمه قوي. انت راجل لعيب باك رايت ومعاك طبعا نجم كبير جاء موجود كابتن احمد فتحي، انتوا بتتسايروا مع بعض وبتتشاوروا مع بعض في الاداء. هي حاجه واحده، اسماعيل حدادي لاعب ليه امكانيات عاليه موجود في الوداد. حته الحاجه الوحيده اللي موجوده بعتب عليها في خط ظهر النادي الاهلي هي الحاجات التشيب باس اللي بتتعمل من ورا ظهر لعيبه النادي الاهلي. لو انا حطيت الفرق قدامي خلاص انا مش محتاج مشيناه وهيعمل كل حاجه. ما يبقاش في خطوه، يعني احنا كنا بنقول كان مستر كولر لك نو سنتيمتر بريس، يعني اضغط الضغطه دي اتوفر علي، اما بسيبه او بخليه جنبي ممكن يكون اسرع مني، ممكن يكون اقوى مني، ممكن يستعمل الكره بفكر احسن مني. ما هو الفكر ما بين كل واحد، انا ازاي استحوذ على الكره واخدها منك وازاي انت تهدف في مرمايه. كل واحد فينا بيفكرها بطريقه، انا مدافع ازاي امنع دخول هدف، وانت مهاجم ازاي تجيب هدف. كل واحد فينا بيذاكر بطريقته وبيتالق بطريقته وبيبقى عنده روح مختلفه عن التاني، ازاي ده يمنع وازاي ده يهدف. الوقت ده انا بقوله لخط دار النادي الاهلي، انت ومعاك الشناوي هم المكسب الاول، انت الخط المنيع اللي بتمنع النادي الاهلي يخسر في اي مباراه. زي ما عملت لنفسك ريكورد في الدوري العام انك خسرت مجموعه ماتشات بسيطه وجبت اعلى نسبه تهديف لاحسن فراوده واحسن خط ظهر، انت دلوقتي تقدر تعمل لنفسك ريكورد. افريقيا ومصر انا شغال بنفس الوتيره، شغال بنفس المنوال، انا عارف انا شغال ازاي. حافظ على نفسك، الترابط اللي احنا شفناه امبارح ما بين خط الظهر ومن اول الشناوي وخط الظهر ونص ملعب وفراوده، الخطوط وقرب الخطوط والضغط والروح ما تقلش على لعيبه النادي الاهلي ذره واحده في الفتره اللي جايه، عشان احنا مش هنحب اقل من اللي احنا شفناه. اللي شفناه امبارح ده انجاز. هل كان غريب بالنسبه لك يا كابتن انه موسيماني راح يهاجم على ارض الوداد؟ يعني راجل هاجم من بدايه اللقاء ووقف مفاتيح اللعب بتاع نادي الوداد. مفيش حد عمل دي الا في مباراه واحده. الحديث اللي كان او اللقاء اللي ما بين فايلر وموسيماني في مباراه سان داونز. فايلر هاجم وبعدين تراجع. امبارح الراجل بيهاجم مفيش تراجع. بيهاجم على طول 90 دقيقة. أنا بها 94 دقيقة. يعني لو كانت قال لك قبلها إنه المدرب الجديد ده رايح الوداد يهاجم كنت هتشوف إنه صدق دي إمكانيات مدرب. هو الراجل ما بيحبش الطريقة المعتادة إن أنا أدافع. رجع 4 3 2 1 لعب بيها. في ناس استغربت من الجرأة دي إن إحنا على أرض الوداد ورايحين كرة هجومية. هو راجل جريء عشان واثق في إمكانيات نفسه بالظبط، وواثق في إمكانيات لعيبته. هو مش ماسك فرقة صغيرة، لا ماسك فرقة النادي الأهلي. النادي الأهلي لو بالمواصفات بتاعت إمبارح دي لعب افريقيا عربيا دوليا هيعمل كل اللي هو عايزه. النادي الاهلي صاحب الضغوط وفرحه المصريين، اللي عمله امبارح الضغوط اللي كانت على النادي الاهلي من حواديت وحديث والاهلي كسب ولا ما كسبش واللي حافظ على المركز الاول، لا النادي الاهلي عارف هو انا باخد دي بحطها على الرف عشان افكر في افريقيا اللي هي الناس كلها مستنياها. الدوري اتحسب خلاص، حتى لو انت بتتفرجي لو هتلعبي فرقه ناشئين انت ما عندكيش مشكله. طيب بالرغم هو ما بيقللش من قدر اللي قدام، بالرغم ان في غيابات يا كابتن ومنهم كهربا، وطبعا اي لاعب في النادي الاهلي بيفرق جدا، ناشئ كبير كلهم كامل الاحترام ليهم،
لكن امبارح في اراء كتير تقول لك انا ما حسيتش ان في حد ناقص في خط الدفاع، حسيت ان الدنيا سموث جدا، سهله جدا وماشيه كويس قوي في الملعب. مين اللي حسسنا ان الاحساس ده؟ موسيمين. ومين مدرب؟ اللي وصل للعيبه ده؟ طبعا المدرب. ومين اللي كافئ المدرب؟ اللعيب. اللعيب مجموعه حاجات. خلي بالك برده موسيماني ما هو لاعب الوداد قبل كده بس ما عرفش يكسبه، لكن انت معاك بقى دلوقتي النادي الاهلي. ايوه. لا في نقطه بقى انت قلتي كلمه مهمه قوي يا ساره، القماشه اللي معاه هو بالزبط. متاكد ان هي هتعمل له اللي هو عايزه بالزبط. هتفصل له الفستان اللي هو عايزه بالزبط. هو فصل الفكر بتاعه في اداء النادي الاهلي 2-0. اما مع سان داونز فرقه هايله بس ناقصها حاجه تحل الشكل الجمالي اللي هو المكسب. صح. ما جاش عنده، هو لاقيه في النادي الاهلي. هقول لك حاجه ساره مهمه قوي، الراجل اول لما طلب ان يجي النادي الاهلي شوف هو جه ازاي، ما خدش وقت. لا لا لا، هو سهل الدنيا كمان يعني. انا معاكم اللي انتوا عايزينه. هو ما هي بالنسبه له في جنوب افريقيا برضو يا كابتن زي بالنسبه لنا كده لما محمد صلاح راح ليفربول، هي برضو بالنسبه لهم حاجه كبيره يا كابتن. يعني انه طبعا ده وقتها يعني طلع بيان من رئاسه الجمهوريه وقتها عندهم او من الرئيس يعني عندهم انه بيهنوه، خطوه كبيره قوي بالنسبه لموسيماني ان هو يدرب النادي الاهلي، زي ما هو برضو مكسب كبير قوي لينا. هو بقى ايه هنقولها اهو، افتكري اهو معاكي في الحلقه اهو، الراجل ده هيعالج حاجات كتيره في الكره المصريه. ماليش دعوه باراء المدربين التانيين، ماشي، كلهم على دماغي من فوق، انا ده رايي اللي على قدي. الراجل ده هيعالج حاجات كتير قوي في لعيبه النادي الاهلي، وهيعمل بصمه كبيره قوي في الكره المصريه الفتره الجايه، وده حقه. مش هنقولها بقى ان احنا بنزايد على الراجل ومجامله وعشان في قناه النادي الاهلي واحنا بننتمي لعيبه النادي الاهلي، لا. الراجل ده بان امبارح وهي دي لعيبه النادي الاهلي، وهو عارف يخرج من لعيبه النادي الاهلي اللي هم عايزينه. صح. واي مدير فني بيتواجد لعيبه النادي الاهلي هي او اسم كيان النادي الاهلي اللي بيعمل اسم المدربين، اذا كان مستر مانويل، مستر فايلر، كل المدربين اللي جت مصر اسمائها كبرت في وجود كيان اسم النادي الاهلي. فالراجل ده اما يكون طوع للكيان اعتقد ان الكيان هيكون مسلم له أكيد. من الاول أكيد. للاخر. انا بتفق معاك طبعا يا كابتن. طب لو رجعنا بقى فنيا اكتر، شايف انه في مباراه الاياب مبدئيا كده شايف انه التاهل اتحسم ولا لسه؟ داخليا هقول داخلي، بس ما نحبش نقول ده، ما حبش اعلنه بالظبط عشان احنا ما بنعرفش نفرح بالنشوه بتاعت لسه. احنا بنفرح بالنشوه الاولى بس، ما احنا عندنا لسه في فصل تاني هنقول 50% و50% في مباراه العوده. طيب مباراه العوده بقى شايف انه مدرب الارجنتيني مدرب الوداد هيغير تغييرات كبيره قوي في الخطه بتاعته علشان يقدر بقى، يعني هو برده اكيد جاي وعايز يكسب. هنقول حاجه بسيطه، هو مطلوب منه ايه مدرب الارجنتيني بتاع الوداد؟ يكسب طبعا، ولعيبه النادي الاهلي ايه؟ تحافظ على المكسب طبعا الاولاني. هو هيهاجمني لو مش باقي على حاجه، وانا هلعبه، ويا رب يكون بيفكر في الفكر اللي انا بقوله دلوقتي ان انا هلعبه بنفس الفكر ده، ان انا هضغط من اول دقيقه عشان احسم الموضوع وانهيه. وانت مجرد انك كسبتي اول مره سببتي له قلق طبعا، جيتي في المباراه العوده وعلى الجمعه وعلى ارضي ماشي من غير جماهير وكل حاجه، بس ان هم حاسين بالناس نفسيا طبعا كويس. كسبت خلاص، فتحت كل ثغرات فرقه الوداد، فممكن يبقى في هدف واثنين وثلاثه. هو جه ولعب بالاسلوب الثاني بلان بي، ان انا هحافظ والعب على المرتد والعب على اخطاء. مبروك علينا البطوله كمرحله اولى. لو هو جه وحافظ ان انا هدافع والعب على المرتد يبقى مبروك علينا البطوله. طب شايف ان موسيماني هيغير؟ لا. لو غير هيبقى في اضيق الحدود. ربنا يكفيهم شر الاصابه المجموعه اللي موجوده. يعني هيبقى ليه فكره معينه في طريقه اللعب. يعني لو حط واحد هيبقى ليه مغزى معين هو بيلعبه ليه. مش عشان بيقلل من قدر المدرب اللعيب اللي موجود او فلسفه مدرب، لا. هو لو لعب حد معين هيبقى عشان ياخد منه حاجه معينه. فكر مدرب، انا لو حطيت الـ الحاجه دي هتعمل لي اضاءه في المكان الفلاني. هو عمل كده. يعني المره اللي فاتت ما فيش واحد ماشي في الشارع ما قلتلوش تشكيل النادي الاهلي اللي ما قاله لك، ال11 اللي كانوا موجودين باستثناء ممكن حد يقول احمد فتحي، حد يقول محمد هاني، في حد يقول طب ممكن لعب حمدي فتحي مكان ياسر. لا الراجل امبارح هقول ايه، بس ده بيعاملهم يعني فعلا الواحد نفسه يخش جوه الراجل ده يسمع هو بيقول ايه للناس. ياسر وايمن ان يكتبوا لك يا ساره في الفواصل، هم مش طوال زينا، مفيش كره عاليه، شابوه هايلين، عملوا كل حاجه. علي معلول بسم الله ما شاء الله، تصدي الشناوي لضربه الجزاء في الوقت ده يا كابتن؟ لا رد الفعل،
الشناوي كان عنده سرعه رد فعل في ضربه الجزاء مش طبيعيه. ايه هي؟ الناس فاكره ان هو الثبات الانفعالي على خط المرمى. لا، اول ما اتحسبت كان في نوعين عند الشناوي، ان انا بقول له ينظر على الفار عشان على وعسى ان هو يشوف ان الكره دي مش ضربه جزاء. نمره 2 هو حط لنفسه نسبه 70% التركيز ان هي ضربه جزاء و30% التاكلينج بالحركه ان هو حصل اصطدام بينه وبين الفيرويد. ماشي، الشناوي حط بنسبه 100% هي ضربه جزاء، فحط كل تركيزه لضربه الجزاء. لو حد جاب اللقطه دي في الملعب اول لما اتحسبت ضربه جزاء، مستر موسيماني عمل ايده كده، ما شفتوش مين اللي امن على دكه البدلاء؟ مستر يانكون، ميشيل يانكون شاور له. في ربط، صح، احنا بنمسك في الحاجه الهايفه. الفيرود بتاع الوداد وهو بيحط ضربه الجزاء جزء يصور ان قفشه بيقول له يمين، بعدين يقول له مفيش شمال. حد بيبص لحد في الوقت ده؟ طب ما حصلت في العالم، كريستيانو بيشوط ضربه الجزاء واقف راموس بيقول له في الجنب الفلاني. أيوه. مفيش الكلام ده. اللعيب او الحارس حاطط تركيزه كله في الاداء، سرعه رد الفعل رغم طول الشناوي بسم الله ما شاء الله، وسرعه نزوله للارض ان الكره متشاط انجليزي بوش الرجل، سرعه انقضاض ما نقللش من قيمه ان الشناوي حارس بارع ومتالق. نحط كمان نقطه من اول السطر، شابول ياسر ابراهيم الفولو على الكره، ان كان في فرودين من فرقه الوداد تقدر تحط الكره هدف بعد ما اتصدت من الشناوي. في الوقت ده احنا الروح والقلب هو ده اللي احنا شفناه. الراجل ركز 120% ان دي ضربه جزاء وانا هتصد لها ازاي. هو عود الناس كلها ان الشناوي بنسبه 90% هيصد من اول ماتشاتنا في مصر لماتشاتنا في افريقيا. هو خلاص مش متعودين منه غير نشوف كل حاجه. طب كل حاجه حلوه. عايزه توقعاتك للمباراه برضو؟ العوده يعني قول لي كده سكور اللي انت انت قلت 2-0 امبارح يا كابتن. ان شاء الله وربنا سبحانه وتعالى يكون مسهل، والاداء اللي احنا شفناه في الوداد 2-0 في مصر باذن الله. باذن الله. بشكرك جدا يا كابتن عمرو، وان شاء الله بقى تكون بتحتفل معايا هنا ان شاء الله بالفوز بدوري ابطال افريقيا. بشكر حضرتك انك كنت موجود معايا النهارده. شكرا يا ساره، ربنا يخليك. انا شكرا موجود معايا. بشكر حضراتكم طبعا على المتابعه، والف مبروك من تاني، وباذن الله نكون بنحتفل قريب بدوري ابطال افريقيا التاسع يا اهلي. شكرا لحضراتكم.